اهلا بيكم في قناه ايمي يومي. وصفتنا النهارده هي يخني الارانب بالمشروم. هي وصفه هتخلي اللي مش بيحب الارانب يحبها واللي بيحبها يحبها اكتر. وصفه سهله جدا وخطواتها بسيطه ومكوناتها مش كتير. يلا بينا نبدا في تحضيرها. عندي 4 قطع من ارنب متنظفين ومغسولين كويس، هتبلهم بفلفل اسود وملح. واقلبهم على الجنب التاني واتبله فلفل اسود وملح كمان. واجيب طبق مليان دقيق واغطي كل قطعة من الارنب بالدقيق من كل الجوانب، واتأكد ان كل جزء متغطي كويس بالدقيق. واحط طاسة على النار تسخن، واصب فيها كمية كويسة من زيت الزيتون، وارص فيها قطع الارنب المتغطية بالدقيق، ولما تحمر من تحت اقلبها على الوش التاني عشان احمره هو كمان. وبعد ما احمرهم من الناحيتين اطلعهم من الطاسة وارصهم في الصينية اللي هنسويهم فيها. في طبق عميق احط بصلتين متقطعين مكعبات، وطماطمتين متقطعين مكعبات، وراس ثوم متقشرة في صوص سليمة، وعلبة مشروم الحجم الصغير، او ممكن تستخدموا مشروم قطع، لكن انا بفضل المشروم الصغير في الطعم اكتر. وابدأ في اضافة السوائل. عندي زيت زيتون وخل بلسمك وكوباية من مرقة الخضار او مرقة الدجاج. وبالنسبة للتوابل مش هنحتاج اكتر من معلقة صغيرة روزماري. اقلب المكونات مع بعض واصبها فوق قطع الارانب اللي في الصينية. واغطيها بالفويل وادخلها الفرن ساعة لحد ما تستوي. و
وبعدين أشيل الغطا من على الصينية وأدخلها الفرن تاني مع تشغيل مروحة الفرن عشان تحمر وش الصينية. وبكده نبقى حضرنا أحلى صينية أرانب بالخضار والمشروم، وزي ما احنا شايفين الأرانب دايبة جدا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، وأشوفكم في فيديوهات جديدة.